بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في موضوع جديد قديم، دراسات نظرية في النسبية وتطبيقاتها. سأنهى في هذه التسجيلات التي أنوي أن أقدمها لكم أحبتي مسلكا يثبت يوجد فيه بعض الإثباتات الاستدلالية لفكرة النظرية النسبية في هذا العالم، وكيف طرحت هذه الفكرة في البداية. لن أخوض كثيرا في الجدل العلمي الموجود حولها، سأحاول قدر الإمكان أن أختصر، لكن هناك بعض الإثباتات بأنها نظرية هي بعض الإثباتات الرياضية التي تبنى عليها هذه النظرية. دعونا في البداية نقول أن بنى هنا فكرة النسبية الخاصة لأينشتاين بنيت على فرضين مهمين. بداية يوجد عندي فرضين للنسبية. طبعا كان يعني هذه نظرية تعتبر حديثة، وصل العالم إلى قناعة قبل أن يعمل بها إلى أن الفيزياء قد انتهت، وأنه لا وجود لأي إضافة يمكن أن تعطى في هذا المجال. كان العالم أو المجتمع العلمي مفتونا في بان تلك الفترة بفكرة الأثير. ولتوضيح أحبتي فكرة الأثير، هو فكرة أنه مثل الماء للسمكة، يعني أن الأجسام تحتاج لوسط للانتقال. فطرحت هذه الفكرة حتى على الضوء، أن الضوء كان أيضا يحتاج إلى وسط للانتقال عبره. فناقضت هذه الفرضية بداية وجوبهت برفض قاطع من المجتمع العلمي في الغرب الذي كان يعتقد بانتهاء الفيزياء، وكان يصر على معالجة كل الأمور الحياتية بالفيزياء الاتباعية أو الفيزياء الكلاسيكية التي طرحها سابقا السيد أو السير كما يسمى إسحاق نيوتن. أول هذه الفروض أن كل قوانين الفيزياء لها جميع كل قوانين الفيزياء تطبق في المراجع. كل قوانين الفيزياء بداية، نقول هنا الفرض الأول، كل قوانين الفيزياء، كل قوانين الفيزياء لها نفس الأطر المرجعية. يمكن صياغة هذا القانون أيضا، ممكن أن نقول بأنه لا وجود لأي تجربة يمكن عملها في إطار مرجعي، تجربة دقيقة تخبرنا بأنك في حالة سكون أو في حالة حركة منتظمة، في حالة حركة منتظمة أو في حالة سرعة ثابتة. لا وجود له مثل هذه التجربة، دائما يوجد هناك حركة في هذا الكون، حركة لأي جسم معين. هذا سميت نسبية، نسبة إلى نسبة. هذه كانت في فكرتها الأولى. الفكرة الأولى أنه كل قانون الفيزياء لها نفس الأطر المرجعية، ولا تستطيع أن تخبرنا بما أننا إذا كنا بسكون مطلق أو في حالة سرعة ثابتة. الفرض الثاني هو الفرض الأهم، ينتشر الضوء في الفراغ بسرعة تساوي سي، كما قلنا سرعة الضوء سي، نفرض ينتشر الضوء بالفراغ ثابت كوني موجود عندنا في هذا الإطار، وهي ثابتة. يعني فكرة أن السي التي هي تساوي 3 قيمتها التقريبية 3 4 10 8 في الثانية ثابتة في كل النقط المرجعية، يعني هي المطلق الوحيد، ثابتة في كل الأطر. يعني يستطيع أي مشاهد أن يلاحظ أن سرعة الضوء هي 3 ضرب 10 أس 8 متر في الثانية في الفراغ. إذن بداية عندي الفرضية الأولى نسبية، فرضت
فرضت أنه لا وجود لتجربة تخبرنا بأننا بسكون مطلق أو بسرعة ثابتة، لا وجود، دائما نتحرك للكون، لحركة الأرض نتحرك. يعني حتى وأنت ثابت في بيتك مثلا تطلق الضوء وأنت جالس على الأريكة، أطلقت الضوء أنت فعليا تتحرك، فعلا أنت ثابت، يتضح لك أنك ثابت، لكنك فعليا تتحرك بالنسبة للكرة الأرضية. الفرض الثاني، ينتشر الضوء في الفراغ بسرعة مطلقة تساوي 3 ضرب 10 أس 8 متر في الثانية، ثابتة في كل الأطر. مهما كنت حركة كنت ثابت، مهما لاحظت، مهما حاولت، ستكون عندك هذه الفكرة ثابتة. هذان الفرضان هما الفرضان التي بنيت عليهما النظرية النسبية لاحقا. سأبدأ بداية محاولتي إثبات الفرضية الأولى في النسبية التي تعرف بالتايم ديليشن، أو تعرف بفكرة تقلص الزمن. تقلص الزمن، عندي هنا شخصان، وهذا برنامج محاكاة. عندي شخص اسمه جاك، شخص اسمه جيل، كلاهما يركب على مركبة فضائية. نحاول الآن، عندي سرعة الضوء، دعونا الآن لنفرض أن سرعة الضوء بهذه الصورة مثلا. لاحظ، يجب أن نقترب من سرعة الضوء بصورة كبيرة جدا، أنت تقريبا 10 من سرعة الضوء، حتى نلاحظ الفرق. طيب الآن نقول تريس، الآن أنا أعمل هذا الكلام، جاك سيسير مستقيم من هنا إلى هنا، جلسة يكون بإطار مرجعي. دعونا نلاحظ الآن كيف هذه الفكرة. جل يتحرك بالنسبة للمرآة التي في الأعلى التي موجودة هنا، يتحرك يتحرك يتحرك، واحد يتحرك بهذا الطريق، كلاهما يتحرك مع بعضهما بعضا بشكل متوازن. هذا وصل قبله، هذا زمنه، وهذا زمن جل. لاحظ الآن، لاحظ هنا، هذه الفكرة. يعني رغم أنه سرعة كلاهما هي سرعة 8 بالعشرة من سرعة الضوء، لكن لأنه هذا ثابت وهذا متحرك، أصبح يوجد عندي هناك فرق في الزمن. هنا عندي 8 ثواني، هنا عندي 13 ثاني فاصل 39 جزء من الثاني. هذه الفكرة. طيب إذا فكرة التايم ديليشن سنأخذها نحن الآن على البرنامج ونحاول أن نثبتها رياضيا. أنا أخذت الرسم بهذه الصورة، لاحظ ماذا سأفعل هنا. أنا هنا سأقول بأنه عندي الآن من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، هنا أصبح عندي L وهنا عندي L. هذه المسافة، سأفرض أن المسافة من الأسفل إلى الأعلى المرآة هنا عندي دي، فيصبح طول هذا الضلع، واستخدم نظرية فيثاغورس، هو عبارة عن L تربيع زائد دي تربيع. طول هذا الضلع يساوي هذه الفكرة بهذه الصورة. طيب نقول أيضا بأن نحن عندنا هنا في هذه الصورة، كانت عندي السرعة، سرعة الضوء كما قلنا سي. سي قلنا أنه من هنا دي، إذا هو قطعها ذهاب وإياب، إذا هي عبارة عن 2 دي، قطعها من هنا دي ثم هبط إلى الأسفل مرة أخرى 2 دي، 2 دي على دلتا دي الصفر، دلتا تي الأولى. طيب بالنسبة، هذه بالنسبة لي الأول الذي صار بخط مستقيم، بالنسبة لي الآخر الذي صار بالخط الذي أعطانا نظرية فيثاغورس، نقول بأنه يوجد عندنا الآن السي من هي سرعة الضوء، صار بهذه السرعة. طبعا نستطيع أن نبدلها فنقول دلتا تي الصفر تساوي 2 دي على سي. الآن سأكتب بالنسبة للطرف الآخر، سأكتب بلون آخر سي تساوي ماذا نلاحظ الآن؟ نلاحظ أيضا هنا عندي مرة وهنا مرة، إذا يوجد عندي 2 في الجذر التربيعي، دي تربيع زائد التربيع، الكل على
دلتا تي. طيب ماذا أيضا نستطيع أن نلاحظ في هذه الصورة أيضا؟ ماذا نستطيع أن نلاحظ هنا؟ نستطيع أن نقول بأنه لو فرضنا أننا سرنا بهذا الاتجاه على شكل السرعة يعني مناسبة، فلنقول بأن الـ V السرعة تساوي المسافة. المسافة كم كانت عندي؟ كانت عندي 2L. 2L المسافة كانت عندي 2L على ماذا؟ على دلتا T. لو أردنا أن نحل L الآن يصبح عندي أن L يساوي 2 لا أحل V تساوي V دلتا T على 2. طيب هل أستطيع أن أضمر لهذه المعادلة حتى أستطيع أن أختصر؟ طبعا أستطيع أن أضمره حيلة رياضية. إذا يصبح عندي الآن أستطيع أن أقول أن ال L تربيع تساوي V تربيع دلتا T تربيع على 4. إذا يصبح عندي الآن C تساوي 2 جذر التربيعي D تربيع زائد V تربيع دلتا T تربيع على 4 الكل على دلتا T. طيب نحن عندنا إذن بهذه الصورة كيف نستطيع أن نعمل الآن؟ لو أردنا أن ندخل هذه الاثنان إلى داخل الجذر، طبعا معروف أنه تصبح 4، هذا في الرياضيات أنه الاثنين عندما تصبح داخل الجذر تصبح 4. فماذا يعطينا هذا الكلام؟ يعطينا بأن السي تساوي 4 دي تربيع زائد 4 في في تربيع، دعني والله هنا أضع أنه أنا غيرت اللون حتى يعرف المتعلم بأني غيرت يعني في دلتا تي تربيع الكل على 4 الكل تحت الجذر الكل على دلتا تي. طبعا الآن أصبحت سهلة عندي بهذه الصورة. إذا يصبح عندي الآن حد الجذر التربيعي 4 دي تربيع زائد في تربيع دلتا تي تربيع الكل على دلتا تي. طيب أستطيع الآن أن أربع كلا الطرفين حتى أستطيع أن أحل المسألة. سي تربيع يساوي الآن أصبح عندي 4 دي تربيع. الآن بما أنه عندي هنا إشارة زائد فأستطيع أن أفصل 4. الآن ذهب عندي أنا الجذر التربيعي 4 دلتا 4 دي تربيع. الآن الدلتا تي أيضا تربيع ربعت فيها الأسفل زائد في تربيع دلتا تي تربيع على دلتا تي تربيع. طبعا طلع عزيزي المتعلم أني أستطيع أن ألغي هذا الكلام وأصنع المقام فيصبح عندي الآن بهذه الصورة. طيب يعني اشتقاق رياضي هنا، جمال الرياضيات. أحاول الآن أن أجمع الآن السرعة. إذا يصبح عندي الآن سي تربيع ناقص في تربيع يساوي 4 دي تربيع على دلتا تي تربيع. طيب هنا قانون رياضيات بسيط، مقلوب التناسب، تناسب أيضا عندي 4 دي تربيع على دلتا تي تربيع، وهنا هذا تعامل معه على أنه سي تربيع ناقص في تربيع على 1. إذا أستطيع أن أقول بأنه واحد على
سي تربيع ناقص في تربيع يساوي دلتا تي تربيع على 4 دي تربيع على هذه الصورة. الآن أحل للدلتا تي، أنا أود أن أجد الزمن، إذا أضرب كلا الطرفين ب 4 دي تربيع، وهنا ضرب 4 دي تربيع، إذا يصبح عندي دلتا تي تربيع يساوي 4 دي تربيع على سي تربيع ناقص في تربيع. الآن أخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين، إذا يصبح عندي الآن الدلتا تي تساوي 2 دي على الجذر التربيعي سي تربيع ناقص دي تربيع. هنا آخذ السي، أقسم كلا الطرفين على سي تربيع، وأخرج السي في أخرج عاملا مشتركا في الخارج على سي تربيع على سي تربيع، فسيصبح عندي الآن هذا الحد، الآن يصبح عندي 2 دي سي لأنها تحت الجذر، تصبح الآن 1 ناقص في تربيع على سي تربيع. تستطيع أن تدخل السي مرة أخرى ستحصل على سي تربيع ناقص في تربيع كما كانت، نحن إذا كما كانت هنا، نحن فقط تلعبنا فيها حتى نسهل على أنفسنا هذه الفكرة، يعني تلعبنا فيها حتى نسهل على أنفسنا عملية الحل، يعني هنا حاولنا أن نسهل عملية الحل. الآن لاحظ عزيزي المتعلم، نستطيع الآن أن نقول أن 2 دي على سي، كم كانت 2 دي على سي تساوي؟ لو أردنا أن نذهب إلى الأعلى، 2 دي على سي. هاي أول ما اشتققت أنا هي دلتا تي الصفر أو الزمن الأول، إذا أستطيع أن أبدلها هنا، فيصبح عندي الآن الصورة النهائية سأكتبها هنا دلتا تي تساوي دلتا تي الصفر الكل على جذر التربيع لواحد ناقص في تربيع على سي تربيع. وهذه هي تسمى تقلص الزمن. إذا هنا نرى بداية أن الدلتا دي تي الصفر، ماذا نقصد بالدلتا تي الصفر؟ إذا في هذا الإطار أن الزمن هو الزمن الأول، الزمن الذي قيس على 1 ناقص في تربيع على سي تربيع. في التسجيل القادم بحول الله سأحل بعض الأسئلة على هذه الفكرة، أرجو أن يكون التسجيل قد أفادكم، لا تبخل على دعم الشير واللايك واشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. أشكر لكم حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.